حياكم الله مشاهدينا من جديد. استطاع بإرادته القوية الانتصار على إعاقته الجسدية مواصلة حياته التعليمية والاجتماعية بنجاح. شارك في عدة بطولات رياضية عالمية على المستوى المحلي والدولي. نستضيف اليوم معكم مشاهدينا أحد النماذج المشرفة في الدولة، الأستاذ عبدالله إسماعيل مشموم الفراسي، مساعد إداري في برنامج زايد للإسكان. صباحك خير، حياك الله. صباح النور يا أهلا، الله يحييكم واشكركم اليوم على استضافتي طبعا، وان شاء الله ننال اعجابك ان شاء الله. مثل ما قلنا في المقدمه، تعتبر ما شاء الله عليك نموذج مشرف للبلاد، لكن في البدايه نتكلم عن نبذه عامه. كيف بديت مسيرتك التعليميه العلميه والرياضيه بعد بشكل عام؟ في البدايه درست في مدرسه عاديه، طبعا ما طولت فيها وايد، وبعدها انتقلت على مركز بيت تأهيل المعاقين. نعم. وكملت دراستي هناك، والحمد لله اكتشفت يعني المواهب اللي عندي. دخلت في مجال التصوير ما شاء الله، وبعدها اول ما دخلت النادي طبعا دخلت في لعبه الرفع الاثقال، والحمد لله يعني انتجت في التصوير. طبعا مجال التصوير يعني شاركت في وايد معارض، يعني كنت اروح اصور، دخلنا دورات ودنيا، ويعني صورنا وايد اشياء. نعم. والحمد لله يعني استفدنا وايد ما شاء الله عليك. الجانب الرياضي اخوي عبد الله، يعني ما شاء الله عليك، لك انجازات محليه ودوليه في رفع الاثقال، في الجله. كيف كانت تدريباتك؟ شو الصعوبات اللي حصلتها اثناء التدريب؟ يعني شو اللي خلاك توصل لهالمستوى، من يعني لهالمستوى اللي انت وصلت له في هاي الرياضات؟ شوف، اول شيء العزيمه والاراده. نعم. وثاني شيء الشيء اللي انا بسويه لازم اكون انا حاب هالشيء. نعم. اكيد ومقتنع بالشيء اللي انا اسويه. طبعا في صعوبات كانت وايد، يعني واجهت وايد صعوبات. اولها الاصابات، يعني انا رفع الاثقال واجهت وايد اصابات فيني يعني. نعم. بس الحمد لله يعني وصلت لمراحل، الحمد لله شاركت في بطولتين عالم، شاركت بطولة فزاع، وشاركت في اول بطوله كانت لي في 2007 بطوله الخليج. شاركت فيها ما شاء الله عليك. وبعدها الحمد لله استمريت يعني لغايه تقريبا 2016 او 2015 جت لي اصابه، وما قدرت يعني خلاص اني اكمل اللعبه هاي. بس طبعا ما استسلمت يعني. مش ان هذا، فاتجهت الى لعبه ثانيه. نعم. فبعدها دخلت على طول لعبه الجله، والحمد لله تمرنت تقريبا ما يقارب يمكن 3 شهور، وعلى طول رحت بطوله العالم لهذا. نعم. اللي كانت هي في اسبانيا. نعم. والحمد لله جبت فيها المركز الثالث. الحمد لله ما شاء الله عليك. يعني خلينا نقول رياضة رفع الأثقال والجلة تعتبر من الرياضات جداً الشاقة والصعبة في نفس الوقت. ليش اخترتها؟ في رياضات كثيرة. لأن أنا أحب القوة، يعني أنا شخص أحب القوة، أحب إني أحب الشيء اللي يحسسني بقوتي، يعني أنا عندي شيء أبغى أطلعه. حلو. فاختار الشيء اللي يكون عنيف يعني بالنسبه لي. نعم. الاستعدادات ما كانت هينه اكيد انك توصل المركز الثالث على مستوى العالم. اكيد اكيد. يعني كيف اليوم قدرت في الفتره البسيطه هاي توصل لهاي شوف، اول شيء تتحدى نفسك انت. تتحدى نفسك، تتحدى يعني تحسس نفسك ان انت عندك شيء تقدر تقدم. نعم. يعني انا دائما كنت اقول انا اقدر اسوي شيء في هالبطوله، بسوي شيء يعني ان شاء الله اني انا جاي هالبطوله وبسوي شيء. نعم. حتى يعني قبل انا اسافر، قبل اجي اسبانيا. نعم. يعني ربعي كانوا يقولوا لي ها ان شاء الله بتبيضها ان شاء الله، فانا اقول لهم ان شاء الله ان شاء الله اكيد يعني. نعم. انا رايح هناك ان شاء الله وما برجع وانا خايب يعني. حتى في دوامي يعني اول ما طرشوا لي رساله التفريغ مالي. نعم. يعني معالي عبد الله بن حيث النعيم ما قصر. نعم. يعني على طول وقع الاجازه، وها حتى سالني يعني قال لي ان شاء الله رايح هناك ترجع لنا بناموس، ترى اقول له ان شاء الله ان شاء الله اني ارجع وانا مبيض انا ان شاء الله. ما شاء الله. وان شاء الله والحمد لله يعني رجعت، والحمد لله يعني حتى الكل يعني اشادني يعني انه 3 شهور والمستوى اللي وصلت له جدا يعني شيء وايد. تعتبر يعني فتره انجاز يعني انجاز يعني في ناس، في انا اعرف في ناس يعني تقريبا يتمرنون من 10 سنوات 11 سنه لين الحين على يعني الرقم اللي انا جبته المفروض اني اجيبه بعد 10 سنوات. ما شاء الله. او 9 سنوات، انا جبته. نعم. في خلال 3 شهور يعني. نعم. هذا الجانب اللي بتكلم عنه، جانب الدعم النفسي بين الاسره، في عملك، في النادي نفسه،
العامل الكبير اللي حمسك يعني شو دور الأسرة اليوم، دور بيئة العمل اللي أنت تشتغل فيه، خاصة الوظيفة اللي ممكن عندك مدير يتفهم مثلا مسألة التفرع ومسألة أن يعطيك هذه الفرصة؟ بالعكس، شوف أنا في دوامي وايد يعني كانوا متفاهمين معي، وبالعكس ما قصروا معي في وايد أشياء يعني، واللي ساعدني في دوامي يعني حتى الدوام المرن ساعدني أنا بالنسبة لي أنا في وايد أشياء يعني، كوقتي يعني إني أنظم وقتي بين النادي والدوام، فالحمد لله ما قصروا معي يعني، من سعادة جميل الفندي ومن معالي الوزير يعني كلهم كانوا معي بالعكس ما شاء الله، يعني شاء كلهم دعموني. ذكرت في البداية أنك تعرضت لإصابات، أعتقد أن هذه الإصابات ما عرقلت أبداً يعني مسيرة نجاحك في أبداً هذا المجال، مع أن الأغلب يعني كلهم قالوا لي خلاص يعني الإصابة اللي عندك خلاص وقف، وقف خلاص ما له داعي، بس أنا قلت خلاص بكمل ما عندي مشكلة، أنا أوكي ما مشيت في اللعبة هاي بس أكيد اللعبة الثانية في مجالني أنا أمشي فيها، وبالعكس الحمد لله يعني يوم دخلت فيها حاولت أني أثبت للجميع أن أنا أقدر أقدم. نعم. يعني ما راح توقفني الإصابة. نعم. نعم. دائما الطموح ما له حد معين يعني أكيد. خاصة في المجال اللي أنت تحبه اليوم أكيد. في هذه الرياضة، رياضة الجلة مثلاً، وين تبغي توصل أخوي عبد الله؟ شو هدفك اللي أنت تطمح إنك أنت تكون توصل؟ هدفي إن أنا أكون بطل عالم حالياً. نعم. وهدفي إن في رقم في بالي يعني أبغي أوصل له إن شاء الله. نعم. في هالفترة وإن شاء الله قاعد أشتغل عليه يعني. نعم، نصيحة أخيرة توجهها للأشخاص من ذوي الإعاقة اللي عندهم هواية وعندهم حب للرياضات بشكل عام، كيف ممكن هم يتميزون ويصلون لأعلى المراتب في هذا المجال؟ أول شيء بقول لهم أن لا يستسلمون لو مهما كانت الظروف، والثاني شيء لازم يكونون واثقين من أنفسهم أنهم عندهم قدرات. حلو، عندهم قدرات يقدرون يطلعونها. نعم. يعني لا يسمعون مثلا لو يا واحد قال لي خلاص او استسلم او مثلا الاصابه توقفني، لا، لكل شيء في حل يعني، الاصابه مو مشكله بتعالج من الاصابه. حلو. ما راح توقفني، كل شيء فيه حل يعني، ولازم يكونون يعني الشيء اللي يسوونه هم يكونون حابينه. نعم. حابينه ومقتنعين فيه يعني. نعم. يعني اذا ما بنتكلم شوي بعد بنقطه اخيره، يعني اليوم داخل الاسره البيت اخوانك اهلك، شو تاثيرهم اليوم في ان عبد الله وصل لهالمرحله؟ بالعكس هم يشجعوني وايد في هالشيء يعني، وبالعكس يعني حتى دائما كانوا يقولوا لي يعني ما شاء الله انت في البيت يعني فيك قدرات شيء ساعات نكتشف فيك اشياء سبحان الله يعني، سبحان الله، فدائما يعني يقولوا لي استمر استمر يعني، ها حتى يوم يعني يوم جبت البطوله وهذا اول ما طرشت لهم طبعا على الواتساب وعلى طول صورت الميدالية طرشت لهم يعني، كل واحد يقول لي ما شاء الله ما شاء الله شد حيلك ان شاء الله للأفضل، فهذا شيء جانبي يعني، حتى دعوة الوالدة بعد روحها يعني ما تنوصف يعني. الله يحفظها. الله، الدعم اللي حصلته من البلاد، الدعم اللي حصلته من الأهل، من الأقارب، من الأصدقاء، وبالإرادة وبالعزيمة أكيد تحصل اللي أنت على اللي تباه وتوصل بعد لأعلى المراتب، ومثل ما قلنا يعني في البداية ونرد ونعيد ونقول أنك نموذج مشرف للبلاد وأكيد لكل الرياضيين في دولة الإمارات. وبلاد شوفي نحن بلادنا يعني مهما نعطيها بنكون نحن مقصرين في حقها. نعم. وإن شاء الله اني اقدر اقدم اكثر من اللي انا الحين قاعد. نعم. ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه استاذ عبد الله، شاكري لك تواجدك معنا اليوم. يحلي. شكرا لك. الله يطول. الله يسلمك ويعافيك. اذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير للاستاذ عبد الله اسماعيل مشموم الفلاسي، مساعد اداري في برنامج زايد للاسكان، على هذه المعلومات القيمه والمفيده. وصلنا معاكم نهايه فقراتنا وحلقتنا، نشوفكم ان شاء الله يوم السبت في حلقه جديده، مع السلامه.